جوج ابراهيم مسير ديال ضيعه ديال انتاج الحليب في منطقه سوس بالضبط في مدينه بيكرا. حنا كنتعاملوا لتعاونيه كوباك اللي كتبيع حليب الجوده، وجبنا هاد الابقار ديالنا هنا باش يشاركوا في المعرض الدولي في مكناس، والحمد لله فازت بقرة رقم 1054 بتروفي، يعني بجائزه ديال احسن بقره في المغرب. وهذا الشيء الحمد لله نتيجه ديال عمل شاق ديال سنوات. المعايير اللي كيعتمدوا عليها هي معايير مورفولوجيه، يعني كيشوفوا الجماليه ديال البقره، كيشوفوا الظهر ديالها، الرجلين ديالها، البزوله، هذوك الحلامات ديال البزوله فين كاينين، الوقفه ديالها كيفاش دايره. وهاد المعايير ما كيعنيش بانهم ما عندهمش علاقه بالانتاجيه، لان البقره اللي عندها هاد المواصفات اكيد غادي تكون بقره اللي عندها انتاجيه كبيره، لان البزوله ديالها تهز الحليب بزاف، ولان الجسم ديالها كيمكنها من انها تنتج وتكون في صحه جيده. ثلاثه البقرات شاركنا بثلاثه البقرات، وحده فيهم فازت بالجائزه الاولى، ثم فازت بالجائزه ديال احسن بقره في كاتيجوري، لان كاينين بليزيور كاتيجوري، كل كاتيجوري كيختاروا منها الاولى والثانيه والثالثه، من بعد هذوك الاوائل كيختاروا منهم ثاني احسنهم، وحده منهم دابا هي هذه، الاخرى فازت بمرتبه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.